السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله بارك الله فيك يا أم وبركاته. آية، تفضل يا حبيبي. حضرتك دلوقتي أنا عاوز أعرف ما حكم الجن في زخرفة المساجد، أو المسجد مبني تمامه 100 100، يجي يعمل له إعادة يهد المحارة والنجاشة، ويعمل محارة ونجاشة جديد، ويعمل سيراميك، ويدعو شيخ يقرأ عموما ياخد مبالغ. طيب عموما زخرفة المساجد وتلوينها لا يستحب، وقد قال عمر: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فالتلوين في المساجد يكره، ومن الدليل على الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصة لها أعلام خطوط، فلما انقضت الصلاة قال: اذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنبجنية أبي جهم فإنها لهتني أنفا عن صلاتي، والله أعلم. فلا تنفق مالك في مثل هذا، أنت انفق مالك في أساسات مسجد.